دراري جوج دقائق خلعتي. فين هو ديالي انا؟ الصوت كيتسمع مزيان. يلا بسم الله. انا احسان بن علوش. وانا امين العون. واش انا احسن من علوش؟ وانت قلتي بحال هكا ولا ما درتش لي الصوت اخويا؟ لا بالعكس راه كنشوفها كرييتيف. ها انت شوف، ماشي كنشتو انتباه ديال الناس ولكن بحال كنخليهم يركزوا معنا. لا 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 اخويا، دير لي صوتي انا امين العوني، دير لي صوتي امين. واش اتفقنا عليه؟ لا اتفقوا اخويا. ودي اجي صاحبي راه مازال كان. لا بالعكس، لا ما بغيتش. لا لا واي دو يو اوفر رياكت؟ بلا ما قمت نقول على هذا الشيء، خليه بحال هكاك. اصلا عندنا فكره خاصها توصل باسرع طريقه ممكن. ها هما الاوراق. ليتس دو ات. على بركه الله. هادشي كيهم 22 مليون مغربي. اني فين مشى هذا؟ ما عرفتش. البلان بدا من هنا. واحد ظاهر شريف خرج في 2002، ها هو خرج في الجريده الرسميه. بلاش لا بدا في 1961. ديك الساعه باقي يلا شي 50 باش خرجت فرنسا من المغرب. قبل هذا التاريخ كانوا الناس اللي خدامين مع الدوله، يعني القطاع العام، ما كانش عندهم شي تغطيه صحيه النيه. كانوا النساء كيتعوضوا على اللحم، واللي مريض وما خدمش في ديك الوقيته هذا المرض ديالو كيتعوض عليه. صافي هذا الشيء اللي كانوا غير هاد الجوج. يعني الناس اللي كانوا خدامين في القطاع الخاص ما كان عندهم حتى شي حاجه. حتى 1961 عاد بداو كيتعطى لهم ديك لاكارت ديال التغطيه الصحيه. منين جات؟ من بعد هاد الشيء جات 82 92، بداو كيدخلوا قطاعات اخرى بحال قطاع الفلاحه، الصناعه التقليديه، حتى 2002 تما غادي يتصدر امر من المؤسسه الملكيه بظاهر شريف في الجريده الرسميه باش يتنفذ القانون ديال 55-00 اللي غيجمع كل شيء، خدام مع الدوله، مع البريفي، ما خدامش، ما عندك، كل شيء. كي صراحه اللي جاني عجب هو القانون خرج في 2002 ياك، يعني وحنا دابا في 2022، كل أيوه. مره كنسمعوا الراميد لامو لاسيريس، علاش خدا هاد المده كامله؟ وكنظن كاع الناس غيكونوا كيتسالوا نفس السؤال. هو البلان كيبان ساهل في الاول ولكن راه ما ساهلش، حيت الا رجعتي تشوفي هادشي اللي كاين في هذا القانون، عندنا تقريبا اكثر من 149 ولا 149 ماده، كل ماده كتشرح لك بالتفاصيل داكشي اللي خاصو يطبق، ويستحيل لاي حكومه ولا لاي واحد انه يطبق داكشي في عام ولا عامين، يعني خاصو واحد المده طويله. وباش نفهموا هذا البلان، حيت حنا في المغرب عندنا اربع ديال الفئات، اللي خدامين مع الدوله، واللي خدامين في البريفي، واللي خدامين مع راسهم، واللي ما عندهمش. هذاك الوقت الحكومه ديال عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه قال لك باللي غادي نشدوا الناس اللي خدامين في القطاعات المنظمه اللي حنا عارفين سميتهم كنيتهم عارفين نوصلوا ليهم، حيت سهل علينا نسجلوهم يبداو من غدا يستافدوا. اما اللي طالب معاشه وما عندوش غايجي قانون من بعد اللي غايأثر لينا التغطيه الصحيه ديالو. هو الراميد. ودي خليني غنكمل شي مره. اللي هو الراميد راه هي هذيك. ما فهمش. لا هي هذيك، حيت في 2005 فاش بدات الحكومه ديال يوسف كتطبق هادشي اللي هضرتي عليه. اه. داز 3 سنين وبدا الراميد في 2008. لا 2012 باش عرفت. هنا انت تاكد وكانوا بداو كيطبقوه في مين بلال خنيف راه وضروري باش يجيبوا شي قانون كانوا كيجربوه في واحد البلاصه واش غادي يصدق ولا لا، من بعد عاد غادي يعموا على المغرب كامل. ابز تفهموا انا اللي عارف 2012 عدوا الناس كيستافدوا من الراني. هذا رضيت تقول ما عرفتش. تاكد ديك الشيء حافظه حافظه مرضاش. المهم خلينا في 2012. واخ ربعة الفئات اللي ذكرتي قبيله فهمنا كيفاش داروا بهم. قاتلين الغرب اش ما فريلانس صافي، اللي ما عندهم لا راميد لا خدامين في الدوله لا خدامين في القطاع الخاص، هذا شنو الحل معاهم استاذ امين؟ دابا ركزوا معايا الاخوان حيت الطرح غادي يبدا يسخن. 2012 2014 دازت عامين. دابا القانون اللي قلت لك قبيله ديال 65-00 قال لك اسيدي انا الناس ديال الدوله والبريفي عارفهم واحد واحد، ديروا لنا شي قانون اللي غيتكلف لكم بالناس الاخرين. هي الاولى ناضوا سيدي داروا لنا القانون ديال 98-15 هو اللي غيأثر لنا الفئه ديال المهنيين والعمال والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجره، هذو راه قطعتهم حيت ما حافظوش. هاد الشيء اللي قلت قبيله هو لامو، غتكونوا سمعتوها قبل وغتبقاو تسمعوها من هنا لقدام. لامو كي بلاتي انت كاين واحد الثغره. شنو هي؟ الا فكرنا فيها مزيان هاد الناس ما حدهم خدامين يقدروا يخلصوا ديك المساهمه الشهريه ديال التغطيه الصحيه. ايوا ايوا، ولا شي نهار ما بقاوش خدامين زعما اش غادي يديروا اليوم؟ واش ما يتعالجوش؟ يلا ودابا اش غنديروا معاهم؟ شنو غنديروا معاهم؟ وجاوب شنو غنديروا معاهم؟ الرقم اللي قلت لك قبيله شنو هو؟ 98-15. خلي 15 وزيد حداها رقم شحال هي؟ 99-15. ها 99-15 هذا تيقول لك لا لا واسيدي او راه خارج في الجريده الرسميه هاد الناس غنديروا لهم نظام معاشات يعني تقاعد باش حتى الا ما بقاوش خدامين ما لقاوش مشكل وتبقى عندهم تغطيه صحيه باش يقدروا يتداووا مع عائلاتهم وولادهم اللي هما صحاب الطاكسيات الحرفيين سيكليست ميكانيك طبيب كوافوره وبقى غادي زيدي عندك شي مين اخر؟ اه
بحالنا حنا. لا حنا حنا راه والله خدامين على راسنا الاخوة، مقاولين ذاتيين. وكنديروا صناعة المحتوى، ونهار وما طاح حنا المونطيو ونكتبوا. حنا ماشي مؤثرين، كونتنت كرييترز. صناع محتوى. وشكرا. بروفيشنال كونتنت كرييترز. ويشي لونجلي خويا تطرطق. هذا الشيء من 2014 حتى 2017 عاد كيطبق. ولكن بلاتي حنا هذا القانون جمعتي لي هاد الناس كاملين، بينتي لي بحال انهم كلهم غادي يخلصوا نفس المساهمة الشهرية. جينا نفكروا فيها، ما يمكنش الفلاح يخلص بحال الطبيب، بحال مول الطاكسيات، بحال المهن الاخرى اللي ذكرنا كاملين. اصلا هما داروا مشاورات مع كل فئه بوحدها، مول الطاكسيات بوحدهم، الفلاح بوحدهم، الاطباء بوحدهم، الحرفيين بوحدهم، وحدوا معاهم حاله مرجعيه. بحال مثلا الحريفيه الا مشيتوا قلبتوا غتلقاو داروا لهم 135 درهم ابتداء من 135 درهم في الشهر. وكل وحدين داروا معاه. حنا هادشي ماشي شغلنا بيناتهم اخويا، حنا دابا غنصرحوا واخا نقولوا هاد الناس خدام، والناس اللي ما فحالهمش مساك الله يحسن العوان، كغيديروا يخلصوا؟ ما عندكش تخلص عليك الدوله شريطتها انه يكون ما عندكش، يثبت انه ما عندكش، يعني كلشي غيدخل في هذا النظام. اصلا كلشي داخل فيه، اللي في راسو واللي ما في راسوش، خاص اصلا بان يمشي يسول على راسو في هادشي. كاين اللي كيجي ميساج في التليفون ما كيشوفوش، كاين اللي عندهم النمره القديمه ديالو ما كيوصلوش داكشي، وكاين اللي اصلا مقيد عندهم في اللائحه خاصو غير يمشي يسول على راسو، ياخذ الوثيقه باش مقيد يسول على ولادو كيفاش يصرح بهم، حيت الا ما كانش مصرح بهم راه ما غيستافدوش من التغطيه الصحيه، هو راه تيتحسب عليه داكشي ولكن راه ما كيستافدش. يعني دابا اللي فهمت انا ولا كلشي بقاد، خاص غير نعرفوا اين مرحله حنا ولا اين مرحله انت. يعني مثلا كيفاش غتخلص، كيفاش غيرجعوا لك فلوسك، كيفاش غادي تستافد من التعويض، كيفاش غتعوض في داك الدول اللي شريتي مثلا، فين غيرجعوا لك الفلوس، فين غيرجعوا الفلوس مثلا، كتعطيهم الريب ديالك ولا كاين شي وسائل اخرى باش كي كلشي. هادشي راه غتلقاوه في الموقع ديال الوكاله الوطنيه للضمان الاجتماعي، الوكالات اللي قريبه ليهم، النقاط القرب ديالهم، في القناه ديالهم في يوتيوب كاينين فيديوهات كيشرحوا كيفاش غادي تقياد بالتفاصيل. سواء التفاصيل اللي خصكم نتوما ضروري تعرفوها راه كاينه تما، يعني كلشي كاين. حطوا لهم هادشي في صندوق راه كاين في صندوق الوصف، غتلقاوه لتحت كليكي تعرف الخلاصه ديال هذاك ديال هادشي كامل اللي هضرنا عليه من 2002. وتاكد عليه في الخطاب ديال الملك في 2020 انه كلشي في المغرب خص تكون عنده تغطيه صحيه، كلشي يداوى اللي عنده واللي ما عندوش. اصلا ما يمكنش البلاد تقدم بشعب ما صحيحش. بنادم يتهلا في صحته وفي والديه وفي ولادو، يفكر في الاخرين، والاخرين هما هادو اللي الناس اللي ما عارفينش هاد المعلومات كاملين، حيت حرفيا كلشي خاصو توصلوا هاد المعلومه، لانه كيهم 22 مليون مغربي. يعني خاصها توصل 22 مليون مغربي. عاونونا، بارطاج، لايك، كومونتيو، اي واحد كيهمو الامر، واصلا كلشي كيهمو الامر بارطاجيو معاه. خليهم لينا الا مازال عندكم شي اسئله واحده اخرى، حنا مازال غنديروا فيديو واحد اخر اللي غيكون في القناه ديالي. القناه ديال هذا راه القناه ديالي انا، ومرحبا بك في القناه ديالي انا. مرحبا بك، الله يلا مرحبا بك. صافي مزيانه حيت ساهله علينا. حافظه حافظه مرضاش. كمل كمل المعلومه، راه الناس دابا عاد نساجموا معنا. سلام تاع الخاص. هذا شنو الحل معاه مع استاذ امين؟ مزيان ايوا كمل. صوروا شويه صوب، هذا هو المخرج ديالنا. عييتي المخرج ديالنا يا مسكين. اوكي 1 2 3 جو. قبل هذا التاريخ كانوا الناس اللي عاطي نتعطلوا شويه، تا نقول لك كانوا الناس كذا عاد هزيها. اوكي سير مولين جو جو. البلان بدا في 2002. الصوت دابا مزيان. البلان بدا في 2002. سمح لنا على كاع الغبره اللي جاني الرسميه ضرب تلصقات فيها. المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء هادو راه قطعتهم حيت ما حافظوش.